اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، ومسك الختام مع المطبخ. اليوم رح نعمل مش طبق شمام، مهرجان الشمام. يعني انا واقف الان يعني كضيف عندكم بالمطبخ، وفعلا المهرجان امامي الان رح ينطلق. يعني مهرجان الشمام الشمام، ورح نعمل كباب الدجاج. نعم. ورح نعمل مايونيز بس بدون بيض. نعم. مش عارفه، مع انه البيض هو المكون الاساسي بالمايونيز، عشان هيك يعني. بس اسمحوا لي ارحب بالشيف فاطمه الشرباتي اللي حتعرفنا اليوم كيف حنعمل. انا بدي اعرف كيف بدنا نعمل مايونيز. انا مبسوطه كثير. شوف، صباح الخير. صباح الورد. انا ما بدي اقطع عليكم يعني التحضيرات لمهرجان الشمام، بس حبينا نتواجد هيك بالمطبخ. اهلا وسهلا. في يعني انا شايف فراوله. هاي صح ولا فراوله؟ هاي زينه. هاي زينه كذابيه، لانه السوق ما في فراوله هالايام. مهرجان الشمام. طب نبدي مشان الوقت. انا بعرف. طيب هلا الشمام طبعا يعني اذا بنضل حلقه كامله ما رح نوفي حقه. منظف للكلى، مخفض للكوليسترول، يعني شغلات كثير. حنحط المي. نعم. الجماعه اللي عندهم نقرص يحطوا ليمون مع الشمام ويشربوا ويدعوا لي. اوكي، هاي حطينا شمام ومي وشويه سكر. عم تعملي عصير شمام؟ نعم. هلا انا كيف بدي اعمل بوظة الشمام؟ من العصائر المفضله يعني. نعم. والله نعم. لا حلي زياده شويه يعني، كثير برضو سكر كثير. كمان الشمام حلو. وبعدين حلو الفواكه هاي الصبح بدي اكتشف هذا الشيء. انا هذا بوظة الشمام. بوظة الشمام كمان الشمام محارب للشيخوخه، يعني كله كولاجين. صح. فكتير كتير حلو للبشره. نعم، لكل شيء صراحه. منظف محارب للسرطانات، خاصه الصغير اللي بسموه كانتالوب او الاخضر. الاخضر، الشمام الاخضر. نعم، لونه كتير حلو مع العنب كمان. انا يعني انا اليوم حطيت نكهه الفراوله مع بوظ الشمام. طب بوظ الشمام كيف بسرعه نعملها؟ بوظ الشمام بنحط يعني في نكهات غير الفراولة؟ طبعا طبعا، يعني الموز والبرتقال، يعني أناناس. بس أنا اليوم صراحة حبيت إنه أنت وين يعني أميز ال حبيت أميز اليوم الشمام. بس كمان خلينا ننوه يعني خصوصا بموجات الحر. نعم. ملطب يعني جدا. يفضل إن ما نشرب العصير الطبيعي، ناخذ المبكت، لأنه الطبيعي. صحيح. بسرعة بفسد. نعم. أو نشرب ساعة الساعة. نعم، مباشرة. نعم نعم. طيب البوظة، بوظة الشمام. يعني أستأذنك يعني نندوق طبعا الشمام. يعني أنا حابة كمان هلا هاي بوظة الشمام. ايش المكونات عشان بس نحكي؟ بوظة الشمام حنحط كوب من الكريمة البودرة. اذا نزلت المقادير على الشاشة. كوب من الكريمة. اشمعنى هو اكثر؟ انا بعرف البناويت هيك ديليكيت. لا 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 لا، انا بدي اعرف. لا قلب. هذا تمييز، هيك بيحبوا الشغلات اللي هيك الناعمة. طيب هلا اذا شو المطلوب؟ احنا قلنا بوظة الشمام. كل كوب من عصير الشمام اللي انا عملته بس بدون مي. بدون مي شمام لحال، لانه انا بدي اخذ بودره الكريمه واخلطها معه مشان يعطيني البوظه هاي. وانا طبعا لانه الاستوديو شوي حار مع الكشافات عملت الطابات هدول، وهي بوظه الشمام. هاي بوظه الشمام. خلينا نشوفها. نعم. شوف بس معلش طبعا بره اجيب الصحن. الشمام أنا. تفضل. بدون مي. بدون مي حنحط عليه كوب من بودره، من الكريمه البودره. كريمه البودره. نعم. شو نكهتها؟ لا ما هي فانيلا. فانيلا. بس انا هون حطيت قطرات من هاي موجوده بس بدون يعني بدون الكل بيعرفها. بدون الاسم الكل بيعرفها. موجوده بالسوق، نكهات متعدده. انا حاطه اليوم فراوله. كثير طعمها زاكي. وشو بنعمل؟ بنخلطها بنحطها بنخلط ابدا بنفس البلندر هات. بتصير سميكه. ايوه. بنحطها بقلب وعاء مسطح عشان لما اجي اعمل السكوب بالضبط يطلع. تفضل انه يكون بلاستيكي مثلا؟ لا ولا اي شيء. انا بس مشان التنقلات. اما هون يعني بتقدر كمان تحط فستق حلبي. طريقه تقطيع الشمام حتى كثير حلوه لما يكون في هاي لها حلقه خاصه يعني. بوفيه او نعم. او في ملاحظه بالنسبه للبوفيهات، بعرف انه ان شاء الله الله يديم الافراح والمناسبات السعيده لكل الناس ولبلدنا الحبيب الاردن. اذا عندك بوفيه وبدك تحطي شمام او فواكه، يفضل تكون عندك قنينة فيها مي بارد بالثلج، البخاخ تاع الشعر، بس يكون شيء نظيف وجنب الستاند. هلا كل فتره بتروحي بتجي بتلاقي الفواكه
هيك اللمعه تاعيتها طفت رشه بسيطه بس مشان اعطي البهجه هيك الفريشنس اسمحوا لي بس اتفقد الكبابات لانه خلص يعني واحنا بنتفقد الكبابات ممكن نحكي شو المقادير الكبابات طبعا خلصنا في دخل كثير طلع لانه هاي الحمد لله شو المقادير المقادير انا بس خلينا نورجي الستات البيوت هاي خلصنا من هذا الشمنان بس ما جبناش سيرة سكر بنحط ولا شيء لانه بدر الكريمة البودرة محلاه اوكي طبعا كل ما استعملتي نوعية كويسة مش الكريمة الطبخ الويبين كريم لا انا بدي البودرة عشان تسحب لي المي اللي بالشمام وتعمل لي بوزة طبعا بوزة سريعة ما بتاخذ يمكن 5 دقائق بالبلندر تكون عندك احلى بوزة هلا بالنسبة لكباب الدجاج تغيير شوي عن كباب اللحم لا يعني جديد كمان يعني جديد نعم هدول سياخ خشب بفضلهم كثير لمبسطين منقوعين بالمي طول الليل انا جبت نص كيلو من صدور الدجاج المخليه لا جلد لا عظم لا ولا شيء بس صدر دجاج ورجاء ما تغسلوه يعني اذا عندك انت دجاجه كامله بالبيت وانت خليتيها اغسلي ونطفي قبل ما تشتغلي اوكي بالكباب اما عشان بنشك هلا بنحط الدجاج وعليه نص كيلو بصلة صغيرة معلقتين كبار بقدونس أهم شيء للكباب الدجاج شوي من لية الخروف شوي من لية الخروف نعم ملح فلفل أسود فقط لغير تقريبا بناخد قبضة يعني تقريبا فيها 100 جرام وما بشك هيك خطأ لأنه إذا إجا وسخ هون بيحرق لي هذا السيخ بجي بطلع الأصبع بتكسر معي بحط هيك بالنص ايوه لازم يكون يعني عندي صحن فيه مي حتى شفتوا نسرين مختلفه عن اللحم الكباب ببل ايدي بالمي حتى انه اعطيه يعني تمليسه ناعمه وشكل حلو اوكي هون عاد بعمل مبسط بعمل اللي بدي اياه هيو بنعمل كمان واحد على السريع في ناس بحطوا برغل لا ما في داعي ما في داعي ما في داعي هلا بده ايه هلا هيك هيو ايدي مبلله شويه مي بملس شوفي شوف الامور بخواتيمها شو نعم. نتفقد الفي هلا بنحط طريقه الاستواء انه بنحطه تحت الشواي ما بيستلزم فرن تحت الشواي بده مسكات بده مسكات ولا يهمك هاي المسكات لانه صعب طب اجرب انا اشيل واحد لا صعب هاي المسكات لا مش سخن مش قوي هاي لا سخن يعني هيك مستوي هيك مستوي نعم لانه انا بدي اورجها هيك مستوي تمام وبنحطه قد ايه بالفرن؟ يعني شيء ربع ساعة شايفين المنظر كثير حلو هيا مستوي كثير حلو طبعا الخشب مع الضيوف بدأنا آخر شيء شوفي أنا قلت يعني الأمور بخواتيمها هذا الحكي الصح يعني بالنهاية لا كثير حلو وأكلات حلوة والأطفال على فكرة بحبوا هاي الأشياء نعم الأقرب للوجبات السريعة أكيد مع حب الشراب أنا بحاول تحتيهم بصير مسقسة طبعا اكيد بنلفهم وبحافظ على حرارتهم اكثر انا بعد اذنك استاذي راح اعمل هيك بعدين يا سلام يا سلام لا وريحتهم بتجنن بتقول ايش احنا بدنا نشكرك فاطمة الشربات على مهرجان الشمام حبيبتي وعلى كباب الدجاج بوزة الشمام هي ضمن المهرجان من ضمن المهرجان يعني تفرعات هو متفرع من صيف عمان هذا المهرجان صحة وعافية وهيك كباب الدجاج ويسعد صباحكم شكرا شكرا لك صباح اروح الف نهار احبتنا بنهاية حلقتنا اليوم بيوم جديد كنا ولا زلنا وسنبقى دائما وابدا معكم ولكم منكم واليكم بحلقه جديده من سنين الصباح ومنتم العدوان ومحمد العواشي معدل البرنامج وعمار النهار ايضا تابعونا ومثل ما بقول نسرين لكن من هون المطبخ باي باي Show.